السلام عليكم. هنشوف اليوم بقى اخر مثال على موضوع النستد لوب عشان الناس تكون هضمت الكونسبت بشكل كويس. هو بيتكلم على الملتبليكيشن تيبل. حضراتكم فاكرين بقى الايام الجميله اللي كان بيبقى السكتش فيها او الكراس بتاعنا واحنا في المدرسه، بيبقى موجود فيه جدول الضرب، بيبقى عباره عن الرو او السطر بتاع الواحد بادئ من ستارتنج فروم واحد في واحد، تمام؟ سواء واحد، واحد في اتنين، باتنين، واحد في تلاته، كل ده مكتوب على سطر واحد او على صف واحد، وينتهي ب واحد في اتناشر بيساوي اتناشر. ثم الرو التاني يستارتنج فروم اتنين في اتنين، اتنين في اتنين باربعة، اتنين في تلاتة بستة، تمام؟ اتنين في اربعة بتمانية، لحد اتنين في اتناشر باربعة وعشرين. ثم السطر التالت يستارت من تلاتة تايمز تلاتة، تلاتة في تلاتة بتسعة، لحد تلاتة في اتناشر بستة وتلاتين. ثم السطر اللي بعده اربعة في اربعة وهكذا لحد سطر الاتناشر بيبتدي وينتهي عند اتناشر في اتناشر. وكان الجدول ده حضراتكم للناس اللي اعمارها كبيرة شوية كان ليه ذكريات أليمة مع الناس مع حفظ الجدول والضرب على ان انت مش حافظ الجدول في اولى وتانية ابتدائي. اليومين دول بقى شاهدنا ان الجدول ده مش محفوظ لحد الناس اللي في الجامعة. اوكي، ما علينا، نرجع لموضوع جدول الضرب. عاوزين نعمل جافا كود، نكتب كود بجافا عشان يعمل الملتبليكيشن تيبل. حضرتك شايف الستارتنج بتاع الجدول بتقول لي واحد في واحد، واحد في اتنين، واحد في تلاتة، واحد في اربعة. فالواحد اللي في الاول ده ممكن يكون بتاع الفور لوب الكبيرة الاوتر لوب وهو واحد، والرقم التاني ستارتنج فروم واحد لحد اتناشر، واحد في واحد، واحد في اتنين، واحد في تلاتة، واحد هكذا لحد واحد في اتناشر. لما اللوب الداخلية تخلص، اوكي، ممكن نشوفها هنا كده، ان انت ممكن تكون عامل كده فور مثلا اي بيساوي واحد، هبدأ من واحد، اي اقل من او يساوي الاتناشر عشان نجيب الاتناشر معنا، اي بلس بلس، تمام؟ وهتنزل. في حاجة نسيتها اقولها لحضراتكم في النستد لوب او نستد لوب. لو كان الفور تحتوي فقط على الانر فور، فالانر فور كلها تعتبر جملة واحدة وبالتالي مش محتاجة براسز. الفور الخارجية مش محتاجة براسز اذا كانت تحتوي فقط على مين؟ على الفور. طيب هنيجي الوقت نقوله فور جي، عداد تاني، جي بيساوي واحد سيمي كولون جي اقل من او تساوي 12 ثم جي بلس بلس، تمام؟ وهنزل هنا بفتح القوس بتاعي وتعالى بقى وانت بتتكلم في الملتبليكيشن تيبل كنت بتقول لي واحد في واحد، صح؟ واحد ده الواحد، واحد في واحد، واحد في اتنين، في تلاتة، في اربعة، كل ده والواحد معاك، صح؟ مش انت عارف ان الفور وانت بتعمل فحص للفور بتاعتك بتشتغل ازاي؟ كنت بتاخد العده دي اي بيساوي واحد وتمسك الفور دي كلها تعمل لها كل الايتريشن بتاعتها، فيبقى اي بواحد وتبدا شغال على ده بقى، واحد واحد، واحد واتنين، واحد وتلاته، واحد واربعه، لحد واحد واتناشر. يبقى انا لو جيت هنا دلوقتي قلت له سيستم دوت اوت دوت برنت اف فورماتد، وقلت له والله بقى عاوز اقول له ايه؟ عاوز اقول له اي بيرسنت دي، تمام؟ واحط العلامه دي واقول له بيرسنت دي رساله هتطلع زي ما هي كده، بس هيروح يعمل سبستيتيوت، هيعوض مكان البيرسنت دي يحط الاي مثلا وده يحط جي، تمام؟ هقول له بيرسنت دي في بيرسنت دي بتساوي، واقول له بيرسنت دي بالشكل ده، تمام؟ واحط العلامه دي واجي هنا بقى اقول له مين دول؟ هقول له ده اي مكان اول واحده اي، ويحط لي العلامه دي في مين بقى؟ هقول له في جي، والقيمه بتساوي مين؟ هقول له بتساوي اي في جي. طبعا حضرتك في فرق بين ده اي في جي وهنا ده. هنا دي رساله بس هيعمل لها فورمات سبيسيفاير، يشيل البيرسنت دي يحط مكانه اي، فيحط قيمه اي، فاي اول مره مثلا بواحد، في يحط العلامه دي، وجي يحط بقى مره واحد باثنين بثلاثه لحد ال 12 يساوي، ويجيب لي حاصل ضرب الاي في جي يحطه مكان ده، يعوض عنه مكان ده. هنشوف الكلام ده حالا يعني، تمام؟ لو انت عملت ده تعال نجرب كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. بص كده في عنده مشكله، اعتقد الاي والجي ما تعرفوش. هقول له انت اي وجي، اوكي تعال نعوض كده ونشوف الدنيا ونجرب.
طلع لك اي في واحد في واحد بتساوي واحد، بس ما سابش مسافة صح، وواحد في اتنين بتساوي اتنين، واحد في تلاتة بتساوي تلاتة. طب ما تيجي نسيب مسافة، ايه رأيك؟ انا مش هسيب تاب كاملة، صدادة كاملة اللي هي تمن مسافات، لان السطر مش هيتسع. انا هعمل ايه؟ هسيب بس هنا كده، يعني ممكن نستغل ده بالشكل ده، نقرب شوية ونيجي هنا نسيب مسافتين ونقول له اوكي. شوف كده اهو، واحد في واحد بيساوي واحد، واحد في اتنين بيساوي اتنين، وهكذا لحد واحد في كام، واحد في اتناشر بيساوي اتناشر. طبعا وانت بتشوف الكلام ده على السكتش بتلاقيه لحد هنا، وده بينزل سطر جديد صح، ده بينزل سطر جديد اللي هو الاتنين في كام ده، تمام. طبعا هو ما نزلش سطر جديد، ليه ما نزلش سطر جديد؟ لان ما قلتلوش ينزل سطر جديد، هو قاعد يطبع لحد ما السطر خلص. طب امتى انزله؟ امتى تعرف ان السطر الجديد هيبتدي؟ المفروض لما الفور الداخليه دي تخلص، ما هو جايب لك واحد في واحد، واحد في اتنين، واحد في تلاته، واحد في اربعه، واحد في كذا لحد واحد في اتناشر. اول ما يطلع من دي يبقى انا كده وصلت لمين؟ لسطر جديد. اقول له بس اطبع سطر جديد، احط له جمله هنا واقول له مين بقى؟ هقول له سطر جديد. سطر جديد تتكتب ازاي؟ ممكن اقول له برنت لاين بس كده، برنت لاين، وما احطش جواه حاجه خالص. تمام؟ لاحظ هنا بقى الجزء اللي انا قلته وكان واقع معايا من نستد فور، دي فور خارجيه فيها بقى مين؟ فيها فور داخليه، بس لو كانت بس كان القوسين دول ما لهمش لازمه، لكن فيها كمان جمله كمان اهي، ما ينفعش اشيل الاقواس دي. تمام؟ بالشكل ده لو انت عملت ران، تعالى كده خدت بالك بقى اللي حصل، بص كده، واحد في واحد، واحد في اتنين، واحد في تلاته، واحد في اربعه، واحد في خمسه، لحد واحد في اتناشر. اول ما واحد في اتناشر، واحد في الاتناشر جت اللوب دي خلصت، هينزل ينفذ السطر ده، ده بيعمل ايه؟ سطر جديد، يقوم برنت نيو لاين، يقوم جاي على نيو لاين ويطلع فوق، ياخد اي بكام؟ هيزود، يبقى اي باتنين، وينزل يبدا اتنين في واحد، اتنين في اتنين، وهكذا لحد الاخر. تمام؟ طبعا وانا بقول لك الشكل الستاندرد اللي الواحد حفظه اللي بيعدنا الايام الجميله على السكتش بتاعنا، كان بادئ من واحد في واحد، وبعدين يعني ربنا يعيد الايام الجميله دي علينا يا رب. واحد في واحد، وبعدين السطر الثاني من ستارتنج من اتنين في اتنين، مش من اتنين في واحد. انت هنا كل ما تطلع تجيب الرقم الاولاني من فوق اتنين مثلا، ده قريب واحد، المره الجايه اتنين، هيبدا برضو من جيب كام؟ بواحد، يبقى اتنين في واحد، اتنين في اتنين، وهكذا. طب ايه راي حضرتك لو انا عملت ده من جي ستارتنج من الاي؟ يعني هنا اي بواحد، فابدا من جي بيساوي واحد ويكمل، وجي باتنين وتلاته بالقيمه اللي فوق اعلى مين؟ اعلى من الاي. تمام؟ لو انت خدت اي بخمسه، يبدا من جي بيساوي خمسه، وبعد كده خمسه زائد واحد، خمسه زائد اتنين، وهكذا. لو انت عملت ده يا وحش، هتلاقي الجدول بقى بالشكل الحلو ده اللي قريب جدا من السكتش اللي كنت بقول لحضرتك عليه. هتلاقي ان الرو بتاع الواحد بادئ من واحد في واحد، واحد في اتنين لحد واحد في اتناشر، السطر الثاني او الرو الثاني ستارتنج فروم اتنين في اتنين، وهكذا لحد اتنين في اتناشر، اللي بعده تلاته في تلاته لحد تلاته في اتناشر، وهكذا. تمام؟ مش عارف لو قدرت ان انا احطه هنا باك سلاش تي وخلاص، يا ترى هيكمل معانا ويبقى شكله كويس افضل من ده كمان؟ مش عارف هيجيب ولا لا. لا والله يبقى كويس اهو، بشكل ما تعادل شويه، تعادلت شويه الامور بتاعتنا، وبقى الشكل بالشكل اللي باين قدام حضراتكم ده. تمام؟ واحد في واحد، واحد في اتنين، وهكذا لحد ال 12، واتنين في اتنين، وهكذا لحد اتنين في 12، وهكذا لحد الاخر. تمام كده يا اخوانا؟ القصه واضحه بتاعت النستد لوب، عملنا نستد فور. طبعا زي ما قلت لك الموضوع مش حكر على الفور بس، ممكن تحط فور جواه وايل، او وايل جواه فور، او العكس، او تدوه وايل تدخل معاهم، مفيش فيها مشكله. شفنا استخدمنا الكلام ده في المحاضره السابقه في ايجاد متوسط درجات عدد من الطلاب، ودلوقتي بنشوفه في المالتيبليكيشن تيبل. ان شاء الله لسه في كونسبت بسيط هنقوله المحاضره الجايه، وتبقى كده الموضوع اللوب خلص. هنتكلم على حاجه اسمها الكونتينيو والبريك. يا ترى لما بدخل جوه لوب، هل بالضروري ان انا اكمل عدد مرات اللوب، ولا ممكن اخرج لاي وقت؟ شكرا جزيلا لحضراتكم، اتمنى ان شاء الله نشوفكم في المحاضره القادمه بكل خير وصحه وسلامه، ونلتقي بكم ان شاء الله في المحاضره القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.